كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة العربية الصينية أن أخطر ما يواجهه العالم وبخاصة الدول النامية اليوم هو أزمة الغذاء وتبعاتها، وهو ما يدفعنا لتوثيق الشراكة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي. كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع في فاتورة استيراد الغذاء والطاقة. العالم من أخطر ما يواجهه العالم بخاصة الدول النامية اليوم وأزمة الغذاء وتبعاتها، وهو ما يدفعنا لتوثيق الشراكة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النامية، والعمل في إطار التعاون جنوب جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة. ولقد أثقلت هذه الأزمات كذلك كاهل دولنا وموازنتها الحكومية، وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة، مع العمل على تعزيز تعاون النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وإعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية، فتشمل الجميع ولا تستبعد الدول النامية وتكون أكثر استجابة للتحديات التي تواجهها تلك الدول، وأن يعاد تركيز مهامها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها القضاء على الفقر.